المسرحيه ما كان في الاول ما كانش قرار ان احنا هنعمل مسرحيه، احنا كنا عاملين ورشه عشان نكتشف فيها المواهب. قلنا كل واحد وقدرته، يعني هنشوف عندهم ايه، بيحبوا يعملوا، عايزين يغنوا، عايزين يرسموا، يعني ما كانش في دماغنا حاجه معينه. صراحة احنا اتفاجئنا، يعني اول يوم لقينا ان في، لا يعني في ناس بتتكلم وناس كتيرة ما بتتكلمش. بعد كام يوم لقينا الناس بدأت تتكلم، بدأوا يتفاعلوا معانا، لقينا في مواهب، لا الناس دي عايزة، محتاجة بس ان حد يعني يزقها يديها زقة. فقررنا ان احنا لا نعمل عرض مسرحي، الناس دي هتمثل، هترقص، هتعمل استعراض، لا هم قادرين، وهنطلع بيهم بمسرحية زيهم زي الناس الطبيعية تماما. فخدنا الفكرة دي، يعني الفكرة دي تطور مع تطور أداء الولاد، واشتغلنا معهم. يعني احنا اشتغلنا تقريبا 65 ورشة، 65 ورشة بتاع على مدار 7 شهور اشتغلنا معهم. لقينا انه كل مرة كنا بنضيف، لما يعني الولاد تضيف واحنا نضيف، فالموضوع كان بيتطور طول الوقت صراحة. والموضوع كان مهم قوي للولاد، لان في ولاد ما كانتش بتتكلم تماما وبداوا يتكلموا. فدي كانت اللي هو ايه، دخلنا تخاطب في النص، دخلنا ورش زي كانها ورشه تنميه مهارات، دخلنا حاجات يعني تنميه مهارات حركيه او تنميه مهارات سلوكيه، دخلنا حته ان هي كانها ورشه ان احنا بنزود ثقتهم في نفسهم. فكان هي كوليكشن كذا حاجه كده ايه في وسط بعضها، وطلعنا في الاخر بالعرض المسرحي ده. احنا بدأنا من 6 شهور كده فكرة ان احنا نعمل ورش تدريبية للولاد لتنمية المهارات الحركية والانفعالات والحاجات دي كلها. وبعدين قلنا ليه ما نطورش الفكرة، ابتدينا نشتغل، طب ما تيجي نعمل بيهم مسرحية. فلقينا استجابة الاولاد عالية جدا، فابتدينا نجيب نص مسرحي، وابتدينا زي ما تقولي ايه نفصله على عليهم، يعني نعمل لهم مشاهد وندربهم عليها، ولقينا الموضوع ماشي جدا، هم متحمسين وحابين الموضوع لغاية ما ابهرونا. ودي احنا كل على فكره احنا لغايه امبارح بنضيف حاجات على المسرحيه بسبب هم من دماغهم بشخصياتهم، كل شخصيه فيهم، لغايه ما الحمد لله قدرنا نعمل العرض المتكامل. دخلنا حبينا نعمل عرض استعراض، بيستعرضوا، بيرقصوا، بيغنوا، بيمثلوا، بيعملوا كل حاجه، بيقولوا احنا مش اقل من اي حد. بس ابتدت فكره القصه المسرحيه من 3-4 اشهر تقريبا، من شهر 6 تقريبا، احنا كنا مخلصين من شهر 9. التجربه ابتدينا مرة والتانية، ابتدينا ندي الأدوار، فيصل ابتدى يوزع الأدوار صح، الولد اللي مثلا مش قادر يعني يقدر هيقول كده، طب نقدر نقول كده، ابتدى يوزع الأدوار، ابتدى بعد كده يحطني في وسطهم علشان خاطر ازاي بقى اللي احنا نلحق ده، وعشان نعمل يعني يبقى الدور كامل متكامل. نجحت التجربة، فقلنا لا خلاص ما ينفعش تبقى مسرحية بيننا وبين بعضينا، يبقى لازم مسرحية الناس تشوفها وأولياء أمور يشوفها والناس تعرف إن دول ازاي نقدر نعتمد عليهم، مش بس مجرد اللي احنا نطلعهم في ادوار او ممكن نقعدهم كده جنبينا عشان يبقوا هم صعبانين علينا، لا انت اعتمد عليهم، علمهم، حاول تستفيد منهم، وهيجي منهم، يعني هو بالعكس هيجي منهم. انا احب نادي اهلي طبعا، وعمر اخدت نادي اهلي، وعشان انا اخدت يعني اول مره، عشان انا عمل مسرحيه وكده، وبعدين عشان انا قعدت مع صحابي مسرحيه وكده، وانا مثلا معاهم مره يعني وكده. عزفت انت عمري وغنيت ابو زعيزع. لو تكل وتنزل على قدي، لو تفرح ما يبقاش الكل قلبي، ومعاك انا حفظت طول عمري، والوقت الصعب هيمشي وهيعدي. المسرحية كنت عامل دور بطل من البيبر، بطل من ورق قصدي، كنت بمثل شخصية أحمد بدير، وعملنا المشهد الأولاني
والمشهد الأخير. فكري يا عروسة انتي عشان في فلوس كما من عليها اي كبيرة طول لا يحط فوش وحرات والحراتي ورشة هات رأس هات ورشة الهيابة اللي عايشة الهيابة بس. هي المسرحية بقالنا 6 شهور بنعمل فيها بفضل وجهد الدكتورة دينا والله والأستاذ فيصل والأستاذ أحمد، عملوا بذلوا مجهود كبير أوي مع الولاد، يعني كان ما فيش خالص، يدهم الثقة بنفسهم إزاي يقفوا يتكلموا، إزاي يقفوا إمتى يتكلموا إمتى يقفوا وإمتى يعبروا عن في الكلام. لا كان دور بصراحة كبير، عملوا بذلوا مجهود كبير اللي هم وصلوا المسرحية للوضع ده.